هدفه الأساسي صناعة الأمل وصناعة الحياة وصناعة المستقبل وإسعاد الناس. حتى يكون للمتعامل أيضا سعادة من خلال أداء موظفينا والمسؤولين وكل منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اتجاه هذا المتعامل ليكون سعيدا. السعادة حق مشروع لكل مقيم ومواطن ومتعامل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وكل زائر إليها إن شاء الله. يجب علينا أن نكون دائما إيجابيين، دائما متفائلين، دائما مفعمين بطاقة من خلالها هذا الموظف والمتعامل يكون سعيد. فلذلك نحن متوافقون مع سياسة الدولة اتجاه السعادة، ومشاريعنا بالنسبة للسعادة كثيرة وبرامجنا كثيرة، ونتمنى أن تصل إلى المتعامل وإلى الموظف وإلى الزائر وإلى كل من له علاقة معنا ليكون سعيدا. شكر واعتزاز وبهم أنا افتخار، هذه إقامة دبي الكل معاها سار، والله يلو لقيت غيرهم ما ثنى فيها جار، وهم أصحابي وهم أصحاب القرار.